على فين يا لولو؟ يا حفاطه النيله اللي قاعد هناك دي. خليني معاك. شايلك لعوزه، خليك انت هنا. خدي بالك من نفسك. خير يا سعادة الدين. مساء الخير يا فندم. لا مؤاخذة اخويا، تسمح لي اقعد معاك؟ طبعا يا هانم، اتفضلي. الله، اما هانم دي تطلع منك ايه؟ سكر. اصل انا عمري في حياتي ما حد قال لي يا هانم غيرك انت يا اخويا، لايقه عليا مش كده؟ طبعا. هي فين سمارة؟ يوه، ما سمارة لسه مخلصة الرقصة بتاعتها وانت كنت قاعد هنا بتتفرج عليها. قولي يا سعادة البيت، ايه رأيك في رقصها؟ عجبك مش كده؟ اكيد، اصلا انا قلت البندق يقول لها ان انا موجود وعايز اقابلها. بندق ده شربة خور، خد المفيد مني انا. لا مؤاخذة يا اخويا، انت بتيجي هنا زبون زيك زي بقيت كل الزباين، صح ولا لا؟ ايوه بس انا يا اخويا من غير بسبسه، رد عليا، زبون ولا مش زبون؟ انا مش فاهم قصد حضرتك. افهمك بالشويش، يعني سمارة لا مؤاخذة بترقص في القهوة دي وبس، وقعد مع الزباين نو فينيتو. ايوه بس في مواضيع بيني وبين سمارة. مفيش مواضيع يا سعادة البيه، بصريح العبارة كده بليس الأدب عدى عليا وقال لي مفيش ولا بنت تقعد مع أي راجل. ده كتر ألف خيرهم يا أخويا إني سمحولنا بالرأس، يتوبوا علينا فجأة يلاقوا واحدة قاعدة مع زبون يلمونا كلنا ويرمونا في البوكس، ويا ريتها جت على كده وبس، ده هيجيبوها عليها وطيها ويقفلوها بالشمع الأحمر الأحمر. وبعيد عنك وعني لا مؤاخذه، يعملوا لي محضر قله اداب. طب واللي قاعدين مع ستات دول ايه؟ قصدك دول؟ دول انجليز، وانت عارف بقى محدش يقدر يقول للانجليز نو نو نو. والكلام ده بقى في قانون مين بقى ان شاء الله؟ في قانون صالح ابو شفتوره يا جنتل. اهلا يا معلم صالح. يا مرحبا. أظن المعلمة عليات فهمتك القوانين الجديدة بتاعت المحل، صح؟ صح، بس أنا برضو مصر إن أنا أشوف سمارة. ما كانش ينعز أبو زومل، القوانين بتاعتنا ما ينفعش حد يتخطاها، مش زي القوانين اللي بتعملوها عندكم. هو عندنا وعندكم مش واحد ولا إيه يا معلم؟ لا، اتنين. أنتوا من عالم وإحنا من عالم تاني خالص، من غير منادى وكتر كلام. هتحافظ على القيافة وتتفضل من غير مطرود ولا نشيلك هيلة بيلة ونرميك برا؟ طب ايه رأيك بقى؟ ان انا مش هتحرك من هنا غير لما اشوف سمارة واشرح لها سوء التفاهم اللي بيني وبينها. يبقى انت كده بتتحداني. بقولك ايه سعادة، ما تأثر يا اخويا المشاكل دي الا بالحق. هو انت ايه اللي رماك علينا وجابك هنا؟ علشان اشوف سمارة. يعني امك عايز تروح لسمارة؟ عيني يا اخويا نوديك لسمارة. تعالى يا نوخة تعالى. لازم ايدك انت وهي حدش المسلم. لا 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 لا، انا مش عايزك تقلق خالص. اهدى وهدي نفسك كده. عايز تروح لسمارة؟ انا هوديك لسمارة. تعال. فرملت جامد فاتخبطت بس. اوعى تكون اتخانقتي مع السواق بتاع العربية التانية. انا هتخانق ليه بس يا ماما؟ انت حاسس بحاجة؟ تحب نطلب لك دكتور؟ لا يا جماعة مفيش أي حاجة والله، أنا بس خبطت في طابلوه عربية. طب يا حبيبي تحب أقول للسفراجي يحضر لك العشاء؟ لا يا ماما شكرا، ماليش نفسي. أنت كنت فين؟ كنت مع جماعة أصحابي يا بابا. يعني أنت اتعشيت معاهم قبل الحادثة؟ لا أيوه اتعشيت. هو ايه ايوه ولا اقصد يعني يا بابا ان انا اخدت حاجه خفيفه بس كده معاهم. حبيبي يا حبيبي يا ابني تعال تعال يا حبيبي اقعد ارتاح، واضح ان الخبطه كانت جامده قوي. لا يا ماما مفيش اي حاجه. مفيش. لا كمال يا ابني
انت اليومين دول مش عاجبني، حاسس كده زي ما يكون في مشكله ومحيراك. معلش يا بابا، اصل انا عندي مشكله في البحث بتاعي. ليه يا ابني؟ ده انت دايما كنت تقول انك ماشي فيها كويس. انا اصلا عندي مشكله مع العينه بتاعتي. مشكله ايه؟ امها وابوها منعوها انها تقابلني. وايه السبب؟ مش عارف. جربت معاهم الفلوس؟ جربت يا بابا، وامها خدت فلوس وكانت كل الامور ماشيه كويس، بس فجاه اتغيروا من ناحيتي. وتحدي نفسك ليه؟ شوف واحده تانيه. بعد المجهود ده كله يا بابا اضيع كل تعبي ده؟ يا عيني يا حبيبي. معلش يا ابني، الواحد لما بيكون عايز يحقق حاجه في البدايه بيتعب. انا مش عارف يا بابا اعمل ايه. ما تعملش اي حاجه يا حبيبي، اي حاجه انت عايزها قول لبابا عليها، هو هيساعدك ويجيبها لك. يا ريت كان ينفع حد يعمل لي حاجه، بس الموضوع غير كده خالص. معلش دوشتكم، تصبحوا على خير. استنى يا حبيبي، لو في اي وقت حسيت انك انت جعان وعايز تتعشى خبط على اوضتي وانا هجهز لك العشاء بنفسي. ما تحرمش منك انا. على مهلك على مهلك يا حبيبي. بشويش تصبح على خير. لا لا انا قلقانة قلقانة قوي يا عبد المجيد، الولد شكله متضايق قوي. أنا خايف عليه من البنت دي. بنت مين؟ نورهان؟ نورهان إيه بس يا أنيسة؟ ده أنا عايزه يتجوزها النهاردة قبل بكرة. وما تقصد مين؟ بعدين، بعدين هقولك، بس أنا مستني دلوقتي لما أشوف النتيجة إيه. بجد بجد بقى، أنا مش فاهمة أي حاجة. هفهمك. هفهمك كل حاجة بس في الوقت المناسب. ماشي يا قشطه. اهي انت مش شايفني بشتغل؟ الله، امال اقول له ايه يا قشطه؟ قول له اشوفك امس. ماشي. بتقول لك اشوفك امس، تعرف امس يعني ايه يا سعاده الباشا؟ يعني يسترداي. قشطه قشطه.
ويا مهندل راح تزورنا الليلة يا فندم سمبتي قوي قوي يا مهندل راح تزورنا الليلة يا فندم يا بنتي يا سمارة أنا عايزة أعمل النهاردة ليلة لأهل الله حكبتيني وكيبتيني ودخلت دماغي على الآخر ما في صنف رجالة ما يجيش إلا كده بالصد وبالشبشب على دماغه هو مين اللي قال؟ الواد بوندو أبيت بس لو تعرف يا أمي كان قلبي بيتقطع يا نن عين أمك كل ده من الحب خلاص يبقى تستاهلي تاخدي فوق دماغك أكتر من كده حب ايه بقى يا ماما خلاص ابان على حقيقته الله انت يا بنت هتحيريني معاك ليه امال مالك متضايقه ومزرزره كده على الاخر محروقه يا ماما من اللي عمله فيا نفسي احرق قلبه زي ما حرق قلبي عايزه نصيحتي يا سماره وتاخدي بيها اديله ظهرك وما تساليش فيه ما تبصيش الا قدام عينيكي لغايه لما تلاقي كده الساعد ملعلط في وشك طمني يا ماما انا من هنا ورايح مش هفكر غير في مستقبلي وبس وهغرقك فلوس اسم الله عليك يا سمورتي ايوه كده يا بنت كده سماره تبقى بنت المعلمه عليك على حق ومفيش شنب يقدر يجيب مناخيرك الارض ولا قلبك كمان يدوس عليه انت اللي تدوسي على الكل